بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من المتابعين والمتابعات طلبوا مني كيفية تقسيم اعتمادات من الميزانية فيما يتعلق بالمواد، الأبواب المتعلقة بفرع أدوات وتسهيل المصالح، أي سيكسيون دو. كثير يوجدوا مشكلة في تقسيم الاعتمادات الأولية التي تصلنا والمتعلقة بهذه هذا الفرع أو ما يسمى ب سيكسيون دو. الإجابة راح تكون، يعني راح نعطي فكرة حول تقسيم الاعتمادات هذه بأمثلة طبعا، والأمر متعلق سواء إدارة مستحدثة أو إدارة يعني موجودة، يعني هو نفس المبدأ. طبعا قبل ذلك يعني نذكر أنه كيف نحصل على هذه الاعتمادات. الاعتمادات تكون عن طريق تخصيص لكل وزارة تخصص لها اعتمادات، وهذه الاعتمادات التي تخصص الوزارة، الوزارة هي التي تمنح لكل ولاية، تمنح لها اعتمادات معينة، أي قيمة مالية لكل باب من الأبواب المتعلقة بهذا الفرع، والفرع المتعلق بالأجور طبعا. إذا مثلا هنا عندنا الباب 34/11 في مديرية التجهيزات العمومية، المصالح المركزية للتجهيزات العمومية، أي مديرية التجهيزات العمومية المتعلقة ب 58 ولاية، هي 20,900,000 دينار جزائري. يعني هذه المصالح المركزية للتجهيزات العمومية، وكل ولاية شحال راح تمنح لها. هي كيف تمنح؟ ممكن تسألوا كيفاش تمنح، علاش ولاية تعطيها 100,000 وولاية تعطيها 20,000 وولاية ما تعطيها مبلغ أقل أو أكثر؟ هي على حسب، يعني في أكثر الأحيان ليس دائما، ولكن على حسب التوقعات التي تضعها كل ولاية. لأن قبل نهاية السنة دائما يطلب الوزارة، تطلب منا أننا نقوم بجدول، هذا الجدول نملأه بالتوقعات للسنة المالية التي ستأتي. مثلا 2021 كنا بعثنا لوزارة السكن والعمار والمدينة جدول متعلق بالتوقعات لكل الأبواب، سواء كانت متعلقة بالأجور أو بتسيير المصالح. هذه التوقعات كيف تكون؟ لأن بها اللي راح نخدمو توزيع الاعتمادات. التوقعات تاع 2022 مثلا تكون مرتبطة، مثلا احنا من عادتي مثلا 34/11 فيها مثلا نفقات النقل، ممكن فيها نفقات تاع التكوين، فيها نفقات تاع التوظيف أو اختبارات عفوا، أو الامتحانات تاع التوظيف عفوا، وغير ذلك من المواد. إذا هذا الباب فيه 3 أو 4 مواد نحتاجها، هي فيها بزاف مواد لكننا نحتاج 2 ولا 3 فقط، هذاك اللي ندير فيهم التوقعات اللي نحتاجها لسنة 2022. ولكن احنا ما عادش نفصل في عندما نبعث الوزارة، نبعث ب 34/11 يعني شحال خصني فيه. مثلا بالنسبة ل 34/12 الأدوات والأثاث، يعني مثلا خاصة مثلا إدارة مستحدثة يعني تحتاج أنها تشتري أدوات وتشتري مكاتب وغيرها للموظفين. 34/13 مثلا أوراق وأقلام وغيرها. 34/14 التكاليف الملحقة كتكاليف الكهرباء والغاز والإنترنت وغيرها. هذه التوقعات كي تكون عندنا، راه عندنا الفاتورات السنة الماضية هي نفسها تكون السنة فيما بعد، مثلا فيما يتعلق بالإنترنت. لكن بالنسبة للكهرباء والغاز كذلك هناك توقعات دائما نقوم بها. الألبسة هي دائما، الألبسة دائما يعطوا مبلغ محدد. حظيرة السيارات عندنا فيها مثلا إصلاح السيارات، فيها لي كارت ديسونس ولا لي كارني تاع ديسونس ولا لي كارت تاع ديسونس تاع الفطار. وال 34/93 إيجار، و 34/98 نفقات قضائية. لاحظوا أنه دايما يعطونا 1000 دينار جزائري، هنا 58,000، يعني كل إدارة راح يعطونا 1000 دينار جزائري، دايما ما تكفيش. ولكن يعني هذا فقط كمثال. ثم على صيانة المباني، يعني هذا كلمحة حول
هذه الابواب. دونك 34 11 نو افون رومبورسمون دو فري كوم باغ اكزومبل فري دي ميسيون او لو فري دو فورماسيون او لو فري دو كونكور d'examen. Matériel immobilier, cela concerne les différents bureaux ou casiers ou armoires, etc. Ou la réparation et même l'informatique, même l'achat du matériel informatique est inclus dans ce chapitre. Fourniture, c'est par exemple les papiers, comme le papier ou les stylos, etc. Charge annexe, c'est comme le paiement des facture d'électricité, de gaz ou par exemple internet. Habillement, c'est pour les agents de service et les conducteurs auto, pas ou les ouvriers professionnels. Parc automobile, ça concerne tout ce qui concerne, pardon, tout ce qui concerne les véhicules de service, leur réparation, les bancs d'essence, etc. Les loyers et frais judiciaires. Donc on remarque que c'est pour 58 000, donc chaque wilaya va être doté de 1 000 dinars. Donc cela concerne le secteur de l'habitat, le service de concentré des équipements publics, c'est-à-dire les directions des équipements publics. La section 2, c'est matériel et fonctionnement des services. Le farah de farah tnini soumouh la section 2, huwa adawat wa tsir al-masalih, hada huwa ismaha al-haqiqi. Lakin hna qulu section 2 istilahan faqat. إذا نحن نشوفوا مثال، نفرض أنه هذه السنة عطاونا هذه الاعتمادات، هما من يعطوا اعتمادات، هما يعطوا الاعتمادات بالأبواب، ما يعطوش اعتمادات بالمواد تحت الأبواب، حنا اللي نوزعوا الاعتمادات حسب المواد اللي نحتاجوها في هذيك الأبواب، لأن باب مثلا 34 11 فيه 7 ولا 8 أبواب فيه بزاف، لكن حنا كإدارة مثلا ما نسحقوش حاجة تاع صيدلة، ولا ما نسحقوش كاين فيها بزاف أبواب. احنا مثلا نسحقوا فقط مهام، واذا كان عندنا مثلا اداره عندها مثلا تتقبل يكون هناك تكوين تاع موظفين بالنسبه للترقيه مثلا عندها او ترسيم عندها مبالغ لازم تسددها، عندها فاتورات سابقه او تكوين مرتقب، يعني لازم تاخذ بعين الاعتبار انها يمكن في سنه 2022 اما عندها فواتير سابقه او انها تتوقع ان يكون هناك تكوين هذه السنه او توظيف اذا كان مفتوح، يعني تتوقع، يعني هنا عندنا هذه، احنا ماشي احنا اللي درنا، احنا صح توقعنا في السنه الماضيه، لكن يمكن يعطونا المبالغ اللي بغيناها، يمكن ما يعطوهالناش، تكون اقل او تكون اكثر، الاهم تكون اكثر. اذا عندنا بالنسبه 34/12 عطاونا 210,000 دينار جزائري، 34/13 140,000، طبعا هذه ارقام ليست حقيقيه، هي فقط مثال. حدد السيارات عطانا هذا المبلغ الى اخره، يعني هادو هما لاحظوا انا مثلا 34/15 البسه ما عطاوناش مثلا، حتى من بعد يعطوها لنا في تكميلي، مثلا في بعض الاحيان ما عطوناش تاع ليزوفغ سوسيال الخدمات الاجتماعيه، ما يعطوهاش مع الاعتمادات الاوليه، يعطوها حتى من بعد، يعني ماهوش الشرط انه يمكن يمكن يمدوا، يعني كلش مره واحده يمكن يمدوا، يعني على مرحلتين، ولكن احنا في الاعتمادات الاوليه نقوم بالتقسيم. اذا هذه اللي قلتها الان، اذا هذا مثلا انا واش درت مثلا، عندنا هذا الجدول كامل راح نفصل فيه 34/11 34/12 نحتاج فقط هذه المواد، 34/13 نحتاج فقط هذه المواد، 34/14 هادو المواد، 34/91 98 و 35/11. انا راح نشوفو يعني بالتفصيل، مثلا عندنا بالنسبة 34/11 تسديد النفقات رومبورسمون دو فخي، كاين بزاف، كاين 8 مواد، لاحظو هنا عندي واحد وعندي 7، لكن كاين 8 مواد، انا نحتاج منهم فقط 2، وعطاوني 134,000 دينار جزائري كما نشوفو هنايا. هذيك 134,000 دينار جزائري اللي عطاوها لي قسمها على المادتين اللي نحتاجهم، دايما 34/11 نحتاجو التنقلات خاصة في قطاع السكن وعمار المدينة، عليكم بزاف تنقلات تاع موظفين سواء الجزائر العاصمة، سواء اللي مختلف ورشات،
سواء الاجتماعات سواء التكوينات، يكون دائما هناك تنقل. حنا كيفاش القيمة تاع التنقل كيفاش نجيبوها؟ نجيبوها من يعني بالتقريب من اللي كان في السابق، وناخذ نفس المبلغ ولا نزيدوا عليه ولا نقصوا عليه، على حسب لان يمكن ما يعطوناش مبلغ ما يكفيش. مثلا العام اللي فات جاتني مثلا هنا 600,000 دينار جزائري، ولا عطوني فقط 134,000، ما 500,000 ما عنديش كي نجيبها، فقط نعطي 100,000. ثم انا هنا عندي فاتوره تاع مثلا توظيف تاع السنه الماضيه مثلا، احنا نفرض انه مفتوح هو ماشي مفتوح، ولكن نفرض كان عندي توظيف وكان الجامعه راهي تساعد يعني بين قوسين، يعني تسال الدفع تاع فاتوره تاع السنه الماضيه مقدر ب 34,000 دينار جزائري. اذا راح نعطي الماده 7 التي توافق امتحانات و مسابقات مبلغ 34,000 دينار جزائري، و 100,000 اللي بقات نعطيها ل تنقلات تاع المهام، لانه كما قلت يمكن تكفي يمكن ما تكفيش، لكن على حسب يطوني نخدم. هما عطوني 134,000 نقسمها، ممكن نعطي فقط ديبلاسمون ايميسيون نعطي 134,000، من بعد نعطي 34,000 الكونكور. يعني ممكن هنا ناخذ 134,000 يعني غير ماده واحده نعطيها المبلغ باش نخف، ولكن من بعد نبقى في مشاكل تاع ترانسفير وكل شيء. من احسن من اول مره نديروا التوقعات تاعنا، التقسيم تاع الكريدي هذو اللي عطاهم لنا الاعتمادات، نقسموه بطريقه يعني اكثر دقه ممكنه، لانه كان كثير يعني باش يسرع راح يعطي مثلا عطاوني 34,11، عطاوني 134,000 راح نعطيها فقط ل ديبلاسمون ايميسيون، بالتالي من بعد كي نحتاج باش ندفع الفاتوره تاع اكزامي كونكور نبدا دي ترانسفير دو لارتيكل 1 فير لارتيكل 7 وريفيج دونجاجمون، من بعد سيتياسيون فينانسيير نبدا نزيد هذيك لي كولون وكذا. يعني من الاحسن اننا نكون دقيقين في العمل تاعنا. اذا هنا كما قلت عفوا 210,000 دينار جزائري، نشوف واش هي المواد التي احتاجها. مثلا سواء كان عندي فاتورات، يعني نشوف انا فاتورات تاع الدين تاعي، اولا لازم نسبق اني سدد الدين تاع الممولين اللي كان عندي، لان ممكن في ديسمبر ولا العام اللي فات ما كفاونيش الاعتمادات، نسدد الدين اللي عندي ومن بعد نشوف توقعات ولا نكون عندي مشروع ندير حاجه، لانه لازم واحد يسدد الدين تاعه حتى إذا كان احتاج بعض الممولين في حاجة يعني طارئة ولا ممكن يعاونوهم، لأنه كثير من الإدارات يعني تبدأ تقسمش يعني كما تقسمش الاعتمادات جيدة، يعني يكون عندهم مشكلة مع الممولين، يقول أنا أعطيتك يعني آثات ولا أعطيتك في وقت ضيق، أعطيتك في مكش عندك الدراهم أعطيتك آثات وما تسددليش الدين تاعي، يعني وقعت كثير مشاكل يعني خاصة في متعلق بحادث السيارة. يعني دائما توقع كثير مشاكل كيما هكذا، لازم يكون عندنا الدقة والأمانة في العمل حتى نستطيع أن نعمل بطريقة جيدة. هذا سواء بالنسبة لإدارة العامة أو المستحدثة، يعني المستحدثة لماذا مستحدثة؟ لأنه في بعض الأحيان مثلا كما كان عندنا كان كي عملنا تقسيم تاع إدارات، كان إدارة اللي هي تكلفت بشراء الإدارة هي اللي تكلفت أن تدفع مثلا الكراء، وإدارة أخرى هي تكلفت ب الإنترنت أو مصاريف الإنترنت أو مصاريف الكهرباء والغاز. يعني يكون حتى هي إدارة جديدة ولكن يمكن يكون عندها ديون سابقة، يعني أنها لأن هي مكلفة بالكهرباء والغاز وبالتالي يكون عندها فواتير سابقة تقوم ب تسديدها. اذا هنا عندنا مثلا قسمنا 170,000 على اقتناء ادوات واثاث المكتب بالنسبه للماده الاولى، هنا عندنا صيانه واصلاح ادوات المكتب، وهنا عندنا 34/12. لاحظوا انها رغم انها هي ادوات و أثاث المكتب، إلا أن الإعلام الآلي سواء اقتناء أدوات الإعلام الآلي أو صيانته
يعني يعتبر بين في المادة أو في الباب 34-12. يعني نلاحظوا هنا يعني 10,000 فقط إصلاح، وفقط 20,000 لشراء. ذلك لأنه السبب لأنه كان عندنا ديون لازم عندنا تسديد، وهذا كتوقعات يعني لهذه السنة. يعني فقط هذا كمثال، فقط مثال، أقول إنه مثال، ويمكن يكفي الاعتماد يمكن ما يكفيش، لكن لازم توزيعه على مختلف المواد. بالنسبة للتكاليف الملحقة، هذا الباب الذي يهم بكثير يعني الإدارات، لأنه دائما فيه ديون. يعني هنا نفرض أنه كان عندي هنا فاتورات اللي بقات لي من السنة السابقة 20,569.56، لازم نوضحها. ثم عندنا تليفون إنستالاسيون، يعني تثبيت التليفون والتليكس، يعني هذا هي الديون التي كانت عندي في الهاتف، يعني وبالتالي لازم نوضحها، لازم تكون عندي إسبقية في هذه. هو الباقي يعني هذه عبور ماضي جونو، يعني كي نحسبو 12 شهر، وزوج جرائد فيما أعتقد كانوا قبل، لأن هذه شوية يعني قديمة، يعني عفوا 6,200 دينار جزائري. ودائما نعتمدوا، نعاود نرجع انه هذا 320، لاحظوا انها لازم نحترموا الاعتمادات التي عندنا اللي هي هنا تكاليف ملحقة 320 دينار جزائري. روحوا حضيض السيارات اللي هي 641,000 دينار جزائري. اذا بنوماتيك يعني متعلق بإطارة السيارات 20,000، إصلاح سيارات و إصلاح السيارات هنا عندنا 641,000، 20,000 هنايا و 301 هنايا، و 320,000 دينار جزائري فيما يتعلق ب هنا اللي يدخلوا لكارنيه ديسونس وكلش، بالتالي يحتاجوا إلى أموال كبيرة. وكذلك بالنسبة لل لونتروتيان تاع لي بيزي تاش اكسيتيرا. دونك هنا نحتاج اننا يكون عندنا هادو اكثر احيان يكونوا فاتورات يعني سابقة وديون سابقة، يعني لانه خاصة في نهاية السنة ممكن نكملوا العام ومن بعد. لماذا؟ لانه ما لازمش ننساو انه الميزانية ما تجيش تما سوا افغيل ولا، إذا جانفي فيفري مارس نحتاج أن نصنع السيارات، نحتاج أننا نشرو أدوات، نحتاج إلى هذه الأمور. وبالتالي يكون عندنا دائما كيجي نفتحوا السنة المالية يكون عندنا ديون، في أكثر الأحيان يكون عندنا ديون في جميع المواد، في جميع الأبواب. إذا هذا كمثال فيما يتعلق كيفية تقسيم الاعتمادات. إذا أولا قبل كل شيء، قبل ما تفتح السنة المالية نبعثوا للوزارة واش هما التوقعات، وذلك باعتماد على مختلف الديون ليزانستونس كما نقولوا الفرنسية. ثم بعد ذلك حنا نشوفوا واش عطاونا، إذا كان عطاونا حسب اللي طلبنا مليح، لكن في بعض الأحيان ما عطوناش حسب اللي طلبنا. نقوم بأول شيء هو نهتموا بتسديد الديون التي علينا عن طريق الجمع بين مختلف مبالغ الفاتورات المتعلقة بكل باب. إذا نتمنى أني قد أجبت على بعض الالتباس المتعلق هذا الفرع سيكسون دو. هي ليست صعبة، هي فقط يعني نكونوا دقيقين في العمل تاعنا. كي يجي فاتورة نديرو دي زيتا، نديرو إكسل، عندنا في أن في دو في تخوا باغ اكزومبل 34-11، واش هي الفاتورة، واش هي ليزانسونس لي عندنا، سواء ليزيكزام كونكور ولا بعض كل واحد واش يحتاج. 34-12 واش هي اللوازم، واش الفاتورات لي عندنا، واش ليزانسونس، واش نحتاجو. يعني دايما نكونو منظمين في العمل تاعنا. أساس العمل الإداري هو التنظيم، دايما التنظيم والفهم الجيد لسير المصلحة. لأن كي نفهمو طبعا هو ماهوش محاسب راح يعمل وحدو، راه معاه رئيس مصلحة ورئيس المكتب. القرار ما يكونش محاسب وحده، لان ما داكش تحمل المسؤوليه على في قرار بعض القرارات. لازم يكون هناك تنسيق بين مختلف الزملاء لفائده الاداره. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
سمعت هذا كنت هذا أنا أعودها هكا.